نسمع يا أخوة العقلانيين والعلمانيين والملحدين عموما ماذا يقولون؟ يقولون نحن نختار دستورا للوصول إلى السعادة، نعيش عليها ونلتزم بهذه القوانين للحصول على السعادة. فماذا يختارون يا أخوة؟ قد يختارون، بل كثيرا ما يختارون ما يضرهم ولا ينفعهم، يختارون ما يضرهم ولا ينفعهم. شرب الخمر عندهم مما يسعد به الإنسان، وفي حقيقة الأمر هذا الأمر ما يسعدك وإنما يشقيك. وكذلك المحرمات وترك الواجبات عندهم مما يسعد به الإنسان، وفي حقيقة الأمر هذا كله سبب لشقاء الإنسان. لذا لا بد من الرجوع إلى شريعة رب العالمين جل وعلا.